شاء الله اكون في مستوى ثقه. جماهير احباء الزعيم اللي نروح البيت كل جماهيرنا تو ما كناش باش ننتقلوا حتى نقطه تاع حتى نقطه تاع مجهود باش نفرحوا نكونوا احنا فرحانين بها. هذا فيما يخص الفتره القادمه تو بحول الله نذهب الى استلام مقاليد الجمهور في نادي الاهلي. بالنسبه للمرحله القادمه نعرف ان الهدف الاساسي تاعنا هو الترشح الى دوري المجموعات ان شاء الله نكونوا موفقين. مهم ما هيش مش تكون سهله، نعرفوا الوضع اللي تعيشه الرياضه في ليبيا كره القدم مع التوقف الكبير على الدوري، لكن تضاف كل المجهود الحماس اللي شفته نتضاف كل باش ننجحوا في المرحله هذه ان شاء الله نكونوا موفقين فيه. ماناش باش نقصروا في العمل تاعنا باش نوصلوا للاهداف هذه. بعدين ان شاء الله وقت يتحدد انطلاق الدوري اكيد النادي الاهلي باش تكون الاهداف تاعه واضحه اللي هي اللعب من اجل الالقاب الممكنه. بارك الله فيكم على حضور الاستقبال. جمهور كبير نقول له انا ان شاء الله بغيت باش نكون عند حسن ظنكم وش خيركم ان شاء الله بشوفوا راجل في الديران ان شاء الله باش نكونوا منافس كما قلت لك في البطوله ان شاء الله وفي كاسكم الدرجه ان شاء الله.